عايزك الفترة الجاية دي تاخد بالك كويس. الفترة الجاية دي هيبقى كلها لعبش يا سليمان. ممكن أقرب الناس ليك يبقوا هم اللي بيغفلوك. حاضر يا حمزة بيه. احنا بس عندنا مشكلة صغيرة ان الخلطة الجديدة مقاديرها مش مظبوطة. فلسه هنجرب واحدة تانية. خلطة ايه اللي؟ خلطة ايه اللي مقاديرها مش مظبوطة؟ احنا جربناها على عيل كده خدها ومات. بس الرجالة بيقولوا ان هو أول مرة يضرب. فلسه هنجرب على واد تاني. اسمه ايه الولد ده؟ انا مش فاكر قوي بس الديلر اسمه جو واتقبض عليه بعدها بساعات على طول يعني. بس تقريبا الولد كان اسمه فارس حاجه كده يعني. فارس ياسين. لما تكبر هتسمع عني كلام حلو وهتسمع عني كلام وحش. هتلاقي ناس بتحبني وناس بتكرهني. بس عايزك تبقى متأكد يا حبيبي ان كل ده كان عشان انت تعيش في امان، تعيش حياة طبيعية، تكون انت اللي اخترتها ومبسوط فيها. لما تكبر هتعرف ان كل الصح اللي انا عملته كان عشانك انت، عشان انت احلى وانضف حاجة حصلت لي في حياتي. حتى الغلط كان برضه عشانك، عشان انا خايف عليك قوي يا ياسين. عشان كده انا ظلمت ناس كتير، ظلمتهم عشان ميجيلكش في يوم من الايام اخ تستعر منه، ولا اخت يا حبيبي تبقى انت بتحبها. بس طول الوقت لازم تحللها مشاكلها، حتى لو ده بيجي عليك وعلى حياتك.